السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح كنت كتبت بوست على فيسبوك وقلت ان لو اي حد عنده سؤال اجاوبه عليه النهارده في الفيديو بتاع النهارده، فيلا نشوف الاسئله دي معاك. اول كومنت جه من محمود حافظ، انا من البيج فانز بتوعك. الله يا حوده، انت اخ يعني مش بيج فان ولا حاجه يعني. شكرا شكرا على الكومنت اللذيذ الجميل. مين اللي اتولد الاول، البيضه ولا الكتكوت؟ من يحيى كساب. والله يا يحيى، هو الموضوع ده معضله فلسفيه ارقت العلماء زمن الزمن، يعني عن الحياه والموت والوجود والكلام ده كله. ممكن نتكلم على الموضوع دوت في حلقه منفصله، ما تبقاش زومبي يعني. بتعمل ايه فوق السطح؟ اسماء صالح، دلوقتي حاليا بصور فيديو، مش حاجه تانية. ليه ما بتجيبش موضوع نادرا ما حد بيتكلم عليه ودايما بتجيب الترند من نيوز؟ انا غالبا ما جبتش الترند غير هي في فيديو واحد بس، اللي هو بتاع المنصوره سورس. غير كده انا كنت بجيب مواضيع تانية انا بحسها ان هي كويسه يعني، او فيها معلومات كتير ممكن تفيد الناس. فغالبا موضوع الترند دوت مش انا خالص يعني. التنسيق، علامه استفهام وايموشنات، من مصطفى ناجح. والله انا عارف انت قصدك ايه من الكومنت، بس لا مش هجاوب عليه يعني. شايف نفسي تتكلم عن موضوع التعليم وتقارن بين انظمه الدول المختلفه، من محمد كسبر. انا يا ابو حميد ان شاء الله، بس ايه يعني دي عايزه مخمخه كده شويه وعايزه بحث كتير، فربنا يسهل بس في الاجازه الجايه ان شاء الله. لو في فرصه ان احنا نعمل حاجه زي كده ان شاء الله هنعملها يعني، مش هنتاخر فيها ان شاء الله. سؤال حلو بقى من مصطفى رمضان الازاز، ازاي تعرف تحدد شخصيه حد من انك تقابله اول مره، وتحدد هل الشخص ده يصلح انك تصاحبه او لا؟ طيب نمسك الجزء الاول من السؤال. انت بتعرف تحدد شخصيه الشخص اول ما الشخص ده بيتكلم؟ كان في مقولة بتتقال، تكلم حتى أراك. هو قاعد شايفه اصلا، بس هو كان قاعد ساكت ما بيتكلمش ما بيعملش اي حاجة، فلما قال له تكلم حتى اراك، انت بتعرف شخصية الشخص اول ما تقابله من كلامه، وبناء عليه بتشوف الشخص ده مناسب ان هو يكمل في حياتك ولا لا، ولا بتركنه على جنب يعني. ازاي تقدر تحدد هو صاحبك ولا لا؟ ده بيبقى من المواقف، غالبا هي المواقف اللي بتحدد مدى اهلية الشخص ده ان هو يكون صاحب ليك ولا لا. والله عمل معاك مواقف كتيرة حلوة ومواقف تبين قد ايه هو راجل او حاجة زي كده، يبقى صاحب كويس جدا يعني. لقيت ان في حاجات كتيره مشتركه بينكم انتوا الاثنين، فوالله ده برضو يبقى صاحب كويس، مش صاحب وحش بس. وبرضو كل واحد بيبقى ليه مقاييسه يعني. انا من وجهه نظري ممكن يكون كلامي مخالف ليك، ايا كان هي دي وجهه نظري يعني. عموما في سؤال من عبد الكريم جمال، هتيجي امتى؟ انا مش هرد على السؤال ده عشان خاطر التيت اللي اتحطت دي. في بقى اسئله تانية جت مش على البوست بتاعت الفيسبوك، في اسئله جت على الفيديوهات بتاعت على السطح يعني عموما. ففي سؤال جه بيقول، انت اتكلمت عن نفسك في فيديو ولا لا يا هندسه؟ من شانل التميز الالكتروني. طيب هو انا ما اتكلمتش على نفسي في فيديوهات خالص، انا عارف ان القناه محتاجه كده، لان المفروض اعرف نفسي للناس اللي بتتفرج عليا، وان شاء الله الانترو للشانل هيتسجل ان شاء الله وهينزل على الشانل في اقرب وقت يعني ربنا. سؤال تاني جه على فيديو الاحباط، بيقول طيب تقول ايه للشخص اللي صوت احباطه جوه دماغه، حد اقنع نفسه انه مش نافع؟ سؤال ايه خطير. اقول له اقعد مع نفسك، حب نفسك، اتناقش كده مع نفسك وشوف نفسك عايزه ايه. انت تستاهل اكتر من الحاجه اللي انت مقلل نفسك علشانها، نفسك ديت مش قليله. واقول له برضو اتحرك وحاول في الحاجات اللي انت عمال تحبط فيها نفسك دي، ممكن تعمل حاجه حلوه، ممكن تكون مادي فيها كويس او انت اهل ليها، ولكن صوت احباطك دوت موقفك عند نقطه معينه مش قادر تتعداها يعني. فلا اقعد مع نفسك وحب نفسك اكتر، صدقني الموضوع معاك هيبقى مختلف تماما يعني ان شاء الله. وسؤال جه على الاسك، هحط لكم لينك الاسك في الديسكريبشن تحت، ان لو رجع بيك الزمن قرارين مش هتاخدهم. طيب لو رجع بيا الزمن السؤال يخليك تلف كده مكانك يعني، بس لو رجع بيا الزمن هراجع نفسي في قرار الكلية اللي انا دخلتها، ده رقم واحد. تاني حاجة، في حاجات انا عملتها ظلمت بيها اشخاص بشكل او باخر، لو رجع بيا الزمن مش هاخد القرارات اللي انا ظلمت بيها الاشخاص دي. كان سؤال مرهق شوية. لو عندك أسئلة برضو عايزنا نجاوب عليها ممكن تقولها لنا في الكومنتس بتاعت الفيديو ده، ولو الأسئلة اللي انت شايفها ديت ممكن يكون ناس مهتمة بيها ممكن تعمل شير للفيديو. وبس كده، السلام عليكم.